في اليوم الذي وصل فيه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي إلى القاهرة مر 31 عاما على حدث أليم ما زال يدمي ذاكرة الأتراك، انقلاب عسكري يطيح بحكومة مدنية من أبرز نتائجه المأساوية اعتقال حوالي 650 ألف شخص وأعدام أكثر من 560 شخص. تغير الحال بعد ذلك في تركيا وخرجت من النفق المظلم وأصبحت نموذجاً للدولة الناجحة، وقاد رجب طيب أردوغان ورفاقه معركتي العدالة والتنمية منذ قرابة العقد، فاستطاع هذا البلد أن يحدث عن أخباره نسبة نمو عالية عالمياً وسابع عشر اقتصاد قوي في العالم. أردوغان سبقه إلى منطقة الربيع العربي ذكره الطيب، والراصدون لتحركه السياسي بدأوا يقولون إن كل الظروف أصبحت مواتية لتسويق النموذج الديمقراطي التركي وترسيخ نفوذ تركيا المتنامي في الشرق الأوسط. القائد التركي أصبحت تحيط به هالة الأبطال في العالم الإسلامي. بعد أسبوع من التوتر الشديد مع حليفة الأمس، قررت أنقرة طرد السفير الإسرائيلي وتجميد علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع الدولة العبرية. رآها الملاحظ الإسرائيلي على أنها جزء من محاولته لتعزيز موطئ قدمه في العالم العربي. زاد عليها الملاحظ الغربي بأنها مهمة لزعامة هذا العالم وملء الفراغ فيه. ومثلما تغيرت تركيا تتغير تونس ومصر وليبيا، يوحدها التطلع إلى الخروج من ظلمات الفشل والفساد إلى نور الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي وصفة النجاح التي علقها سرير العثمانيين على باب الجامعة العربية. نقاشنا يبدأ الآن.